السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مرة أخرى في فيديو جديد. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنبارطاجي معكم تاني وجبة مدرسية للغداء صحية وسهلة التحضير، عبارة عن ديكاليت ديال الخضرة. بالنسبة للمقادير اللي غنحتاجو: جوج حبات من القرعة أو الكوسة مبشورين، جوج حبات من الجزر مبشورين، حبة واحدة متوسطة الحجم من البطاطس مبشورة، جبن مبشور يمكن نعوضه بالجبن المثلث، بيضتان، وغنحتاجو ايضا معلقتان كبيرتان من نشا الذرة. بالنسبة للتوابل غنحتاجو ملح وابزار. وبالنسبة للطريقة فكناخدو مقلات وكنديرو الخضر ديالنا الجزر والقرعة والبطاطا، وكنديرو التوابل ايضا ملح وابزار، وكنديرو شوية ديال زيت الزيتون، وكنخليهم يتشحروا لمدة 3 دقائق. من بعد مرور 3 ديال الدقائق كنحيدو الخضرة فوق النار، وكنمروا للمرحلة الثانية. كناخدو إناء وكنديرو فيه البيض مع التوابل ملح وإبزار، وكنديرو أيضا النشا، فكنخلطو مزيان. ومن بعد كنديرو الخضرة ديالنا وكنخلطو شي شوية، وكنضيفو الجبن المبشور، وكنخلطو الكل مزيان باش نمروا للمرحلة الثالثة ديال الطياب. بالنسبة للمرحلة الثالثة فكناخدو مقلات وكنديروها على نار هادئة، كنخليوها تسخن مزيان، ومن بعد كنديرو الزيت ولا الزبدة اللي متوفر عندكم، وكندهنو المقلات ديالنا مزيان باش نطيبو لي غالات ديالنا ديال الخضرة. فكيف ما كتشوفوا فانا بديت كنطيب لي غالات ديالي. كيف ما كتشوفوا فالطريقة سهلة، كتاخدو شوية من الخليط في يديكم وكتحاولوا تصنعوا دائرة ولا كرة وتقرصوها بحال الشكل ديال المعقودة. فكيبقى لكم الاختيار، يمكن لكم ديروا وحدة كبيرة وطيبوها أسهل وتقطعوها وتعطيوها لوليداتكم، وإلا كان عندكم شوية ديال الوقت يمكن لكم تصنعوا هالدوائر بهذا الشكل هذا. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي غاليت ديال الخضرة، كيجي رائع بمذاق الجبن، غيعجب الوليدات الصغار بزاف وكذلك الكبار، فكيجي ناشف ما مزيتش، كيتوفر على بروتينات وفيتامينات، وجبة صحية غتخلي الطفل ديالك نشيط على طول الحصة الدراسية. فكنقدمها لكم بصحة وراحة. أتمنى تعجبكم الوصفة ديال اليوم، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي عزازين عليكم، وتشتركوا عندي في القناة إلى عجبكم المحتوى ديالها، وما تنساوش أيضا ديروا جيم وتخليوا لي تعليق باش نجاوبكم. شكرا على المتابعة، في فيديو قادم إن شاء الله.